هناك أمر شائع بين الناس عن الخضير والقبيل، وأن القبيل لا يتزوج من الخضيرة، من الخضيرية، والخضيري لا يتزوج من القبيلية. هل هناك حديث يمحو هذا الذي أصبح الناس يشكون منه أو مشغولون به وعلى بناتهم؟ وجزاكم الله خير جزاء. هذا شيء لا أصل له وليس من واحده النكاح، ولكن له أصل من جهة أن الناس أنواع وأجناس وقبائل وأصناف، فكل قبيلة ترغب أن يكون من قبيلتها إذا يتيسر ذلك، وربما صاحوا بمن يزوج بنتهم من غير قبيلتهم، وربما أنكروا عليه، وربما سهلوا في ذلك، وإلا فالأمر هذا سواء. يقول جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني من آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما قال لتفاخروا، قال لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا تيسر التقوى تيسرت التقوى، فهذا هو الأساس العظيم. فضل بالله الدين تريب الثبات. فالمقصود أن الناس في هذا سواسية، فالعربي والمولى والعجمي لا بأس بتزاوجهم بينهم، ويزوج بعضهم بعضا، فينكر العربي العجمية والمولى العتيقة، ولا بأس في ذلك ولا حرج في ذلك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وهو مولى عتيق، وأبوه عتيق، وزيد زوجهما جميعا من قريش. زوج زيدا زينب وهي أسدية، وأمها من بني هاشم، وزوج أسامة فاطمة من تغيث وهي قرشية. وهذا يدل على أن الأمر في هذا واسع. وكذلك زوج عبد الرحمن بن عوف من بلالا وهو حبشي، وهي زهرية قرشية. المقصود أن هذه الأمور فيها سعة بحمد الله، وليس فيها ما يجب الامتناع، ولكن الجهل والتكبر من بعض الناس، والأنفة القبلية من بعض الناس، وخوف بعض الناس من بعض الناس، قد يحمل على أشياء من هذا النمط. فإذا تمكن العلم من الناس وتمكن الدين من الناس زالت هذه الأمور، واستقر الأمر الشرعي. ولكن بسبب الجهل تقع أمور كثيرة من هذا وأشبه، وأن خضير القبيل ما لها أصل، وأصله الأصل القديم أن يقال قبلي ومولى أو عجمي. أما خبيري هذا شيء جديد حدث قد يعني من جديد، لا لا ما تحدث، وإنما معروف قبلي هذا من قبل قبائل العرب، عجمي من الأعجام، مولى يعني عتيق، هو مولى للناس في الحزب. هذه الأصول معروفة، ولا بأس بالتزوج من هؤلاء، لا بأس ينكح العربي العجمية، والعجمي والعربية، والعربي المولات والمولى العربية، كل هذا لا بأس به في الإسلام ولا حرج فيه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم.